على غير عادتها، بدت محلات بيع اللحوم في أسواق مدينة الحديدة خالية من المستهلكين خلال أيام العيد، بعد أن كانت هذه المحلات مزدحمة في مواسم سابقة. الكثير من المواطنين أرجعوا عزوفهم عن شراء اللحوم هذا العيد إلى غلاء الأسعار، بينما يرى تجار المواشي أن السبب هو الكساد الذي ضرب الأسواق خصوصا مع غياب الرقابة. وكغيرها من البضائع والمواد الاستهلاكية، تأثرت تجارة الماشية بسبب الحرب وقلة الموارد التي يعتمدون عليها في تربية الماشية، وهو ما ضاعف من أعباء المواطن البسيط. والله بالنسبة للحمة هذا العيد ارتفعنا ارتفاعا شديد، في بعض المواطنين ما قدروا يشتروا يعني الكيلو اللحمة، ما قدروا يدفعوا قيمة كيلو اللحمة. تشتهر محافظة الحديدة غربي البلاد بجودة الثروة الحيوانية، كما تعد واحدة من أهم المحافظات التي تزدهر فيها تربية المواشي لتميزها بالأراضي الزراعية الخصبة والأودية الشهيرة التي تميزت أيضا بجودة وتصدير اللحوم المحلية. فالقدرة الشرائية المتدنية هذه السنة بدت واضحة خصوصا للأسر ذات الدخل المنخفض.